السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. والله ازيك أنت يا أستاذ؟ الحمد لله. أنا جاي لك النهاردة أطرح الموضوع معاك حزيز. أصبر. قول. أنا جاي أطلب إيه منك بقى؟ تطلب لي كنت بدلتني؟ اه السنة بس عندها 13 سنة. 13 سنة يا حاج؟ 13 سنة؟ ما هي أنثى كمان. يعني هقول لك على حاجة، ما تقلقش إن هي صغيرة وبتاع، هاخدها من بطاطي هعلمها كل حاجة وهسافر الخليج. يعني هتعرف تفتح لك بيت يا أستاذ؟ حتة حشيش أفغاني هتعلمك إزاي هتفتح بيت. قلت إيه؟ تدفع مهر كام؟ 10,000 جنيه وهعمل لك عمره للبيت وهجيب لك عربيه يا باشا. كتير. بالنسبه لك ان شاء الله. يوم الجمعه الجاي؟ يلا زي بعض. الف مبروك. يوم الجمعه الجاي اعدي عليك. مع السلامه. بنت يا بهية. ايوه يا ابوي. تعالى اما اقول لك على حاجه فرحك يا بنت. تعالى يا ابوي. بقول لك ايه يا بنت؟ جهزي حالك ان شاء الله الجمعه الجايه بالمشيئه هتروحي بيت جوزك يا بنت. اروح فين يا ابوي؟ يا بنت هتروحي بيت جوزك، هتتجوز. يا ابوي انا لسه صغيره يا ابوي. وفي ايه يا ابو صغيره يعني؟ والله ما صغيره. هتروحي بيت جوزك هيعمل لي كل اللي نفسك فيه يا بنت. يا ابوي هتتعلم يا ابوي، يا ابوي بنت عمي بهيره، يا ابوي بنت الدكتوره، بنت الدكتوره وكل مره بتعمل لها حساب. يا بنت افهمي، بنت عمك ليه ابوها جالي؟ انا ما حلتيش غير تمن الحشيش اللي بشرب. بتبيعني يا ابوي، بتبيعني زي ما هي في السوق. يا بنت يا بنت تبيعي يا بنت، هينجنك يا بنت، هتعيش عيشه حلاوي حلوه. اسمع الكلام يا بنت. يعني اولع لك في نفسي يا باشا ترتاح. يا بنت انا اولع فيك يا بنت. قوم من قدامي، قوم هتقف احمد جاي من جوه. منى يا حبيبتي، انت لابسه الدبله ليه وانت مش مخطوبه؟ يعني انا براحتي، انا مش عايزه حد يبصني، مش عايزه انت تسالني. لا لا لا، انت مش عارفه، انت بتفكري في حياتك شويه، فكري يبقى عندك اسره واولاد. انت ازاي عايشه كده؟ عشان انا مهتمه جدا بمستقبلي يعني. قوي مش عايزه مفيش اي راجل اقل مني، انا مش اقل من اي راجل. مستقبل ايه؟ بلا شغل بلا هبل، انت شايفه اللي احنا فيه. طب ما انت بتشتغلي اوي، يعني ايه بلا شغل بلا هبل؟ الشغل ده يعني حاجه جنب الجواز والاطفال. لازم تفكري في حياتك شويه، شوفي نفسك شويه، عيش حياتك. معلش بكره لما الترقيه بتاعتي هتيجي هتشوفي ان في حاجات كتير قوي اتغيرت. يوه استني. استاذ اسلام، انت عملت لي ايه في موضوع الترقيه بتاعتي؟ نعم يا فندم. انا مش كنت مقدمه طلب على الترقيه؟ طب خلينا نعرف بس ايه الشروط المطلوبة بالنسبة للسيدات. بس انا بيتهيألي ان انا مستوفية كل الشروط ومعايا شهادة عالية. لا نعرف الشروط المطلوبة بالنسبة للسيدات اللي عاوزين يدخلوا راضي. طيب لازم يبقى عند حضرتك ماستر، لازم يبقى تبقى عاملة ماجستير، يبقى معاك تويفل. طب انا معايا حاجات. تنشري بحث في مجلة علمية قانونية محكمة أجنبية وعربية. السن يكون من 100 ل 120. يكون السن بتشجع نادي الاتحاد. بالنسبه للرجاله السن بيكون من 27 ل 30 سنه. وممكن مش ممكن لو هو من بره مش قادر اصلا ممكن لا. وطبعا كلنا شفنا ان لو بنت عايزه تبقى قاضي مش هتعرف تبقى قاضي، انما لو ولد هيتعب سنه سنتين وهيبقى. لو بنت عايزه تتجوز اللي هي بتحبه مش هتعرف تتجوزه، ده لو هي عايشه في ريف او في الصعيد. انما لو غير كده ممكن تلاقيها بتتحرش، ممكن كذا او كذا او كذا. فاحنا في مجتمع مش عارف يدي البنت حقها.